بعدنا في مدينة نابلس في قلب البلدة القديمة. يسعد صباحك، كيف حالك؟ عرفنا عن حالك. بتعرفنيش انت كمان؟ عمرك فؤاد حلاوي. مشان المشاهدين فؤاد حلاوي ابو ايش البلد؟ ابو عماد الله يخليك. ابو عماد الله يطول عمرك. ابو عماد احنا وين موجودين؟ انت موجود في باب السرايا القديمة. كان يطبق عليه السرايا نظرا لوجود الدوائر الحكومية فيها، وتوسعت صار اسمها باب الساحة. وهذا اللي قدامك مقر حامد شاكر فضبه. يا ليت الكاميرا هذا القصر يعني. لا هذا ايوه القائم بعمل الحكومة التركية حامد شاكر فضبه. هذا كان اسمه حامد شاكر مقره هون. مقره. وسميت باب السرايا نظرا لوجود الدوائر الحكومية فيها. كان هون عندنا حوالي 7-8 كتبت عرض حال. بهذه الساعة. لأنه هون السرايا مطلع. وهون اللي قدامك المحل الطويل اسطبل الخيل التركي. وهذه المنارة اللي قدامك 1910 أشرف على بناء حامد شاكر فضله. وهذا المسجد بناه الحاج أمين حسيني زعيم فلسطيني الأكبر اللي سنة 35 تم إبعاده على لبنان. يعني هذا الجامع شو تاريخه؟ وانا مسجد 1935 1935 كان قبله في شيء جامع تحته قبل ما يخلقوا ابائنا واجدادنا. وانه تحت كانوا يعني والدي بتذكروا قالوا كنا ننزل للدرج. والمناره هذه اللي شعار مدينه نابلس اليوم 1910 1910 هو الحامد شاكر. شو قصتها هذه؟ وسط المدينه عباره عن سنترال المدينه. يعني اهل شرق واهل غرب هي باب الساحه. باب الساحه البلد القديم بالضبط. بعدين هو مش بس بنى هذا حامد شاكر والله. الفاطمية المدرسة 1911 المستشفى الوطني 1905 إشراف وبرضه. طيب حج بدي أسألك، هذه الساعة من أهل نابلس ولا حكومة تركية؟ حكومة تركية. الحكومة المنارة على الحكومة التركية والفاطمية على الحكومة التركية. المستشفى الوطني بإشراف الحكومة التركية، أما التمويل من أهل نابلس. النجاح 1914 إشراف تركي. قديش عمر المنارة؟ 1910 1910 أقيمت هذه المنارة. نعم. كان الحكم العثماني. الحكم العثماني. نعم العثماني. يعني مش بحكوا أنه هدية من الحاكم العثماني أو أهداهم الساعة. أهداهم الساعة وهم عملوا لها. نابلس بنتها هذه بس بإشراف حامد شاكر فضله. المستشفى الوطني إشراف حامد شاكر، لكن على حساب الناس. بعدين الحارات الموجودة هون حج بقرب باب الساحة شو هي؟ أول حارة، أقدم حارة وأصل حارة في البلد اسمها حارة الياسمينة. الياسمينة بنت هوني ومبنى في جامع الخضرة كمان، أقدم مسجد في المدينة جامع الخضرة. مش الخضر. خضرة فوق الخضرة. وبعدين الحمام، لأنه لما بيبنوا مدينة بشوف فين فيها ماء خضراء وجه حسن. يعني سامعين انتوا الساعة لغاية الآن موجودة، وهي سامعين دقات الساعة. دقات الساعة شغالة 100%. هي قدامك. هاي الساعة اللي هي طبعا هذه الساعة 1910 بتحكوا قاعدين انتوا عن 107 سنين تقريبا. أبو عماد شكراً إليك، بارك الله فيك. لا وش الدعوة يا ابن الحلال يا مية عروس. بعدنا في مدينة نابلس. الله يبارك فيك. أول مرة أنت بشرفنا. بعدنا في مدينة نابلس في البلدة القديمة. أبو هشام خلينا نكمل جولتنا.